لو رحنا فندم لمينا الدخيله بنعمل فيه محطتين مهمين جدا، محطه صب جاف نظيف في مينا الدخيله. الصب الجاف نظيف يا فندم ده عشان نواجه حجم الطلب الكبير جدا والزياره الكبيره جدا في القمح والذره والرز والغلال اللي بتيجي مصر دلوقتي، بنزود محطات الصب الجاف النظيف بل وتصنيع الزيوت من الذره وتصنيع النشا والبسكويت من القمح. بنعمل محطه فنم برضه في الميه، لان احنا زي ما قلت في البدايه مينا اسكندريه كانت مخنوقه. سيادتك وجدت ان احنا ناخد كل الاراضي اللي شمال طريق المكس زائد الاراضي اللي كانت موجوده العشوائيه وخدناها فعلا، وخدنا ارض التجاريه الاخشاب، ولكن ما عندناش وسيله اخرى غير ان احنا نردم في البحر. ونعمل طبعا عشان نردم في البحر بالاسلوب ده احنا بنعمل سيادتك خوازيق ثم نعمل عليها الرصيف بتاع او سقف الرصيف بالخرسانه عشان يبقى عندنا ان شاء الله باذن الله ارصفه بطول 1150 متر بعمق حتى 19 متر ما كانش موجود قبل كده في الدخيله ولا في اسكندريه الاعماق دي خالص. احنا بنقول من 16 ل 19 لان هيبقى من هنا من النهايه كل ده يا فندم هيترمم برمل من البحر، هيبقى هنا 16 ويتدرج الى 19 متر. اقدر اوقف بقى المذر شيب والحاجات الكبيره اللي شايله يعني فوق ال 100,000 طن سواء قمح او غيره. ساحات التداول بتاعته هتبقى 300,000 متر مربع في المنطقه دي متصله بالارض، وصل نسبه تنفيذه النهارده ل 35%، وده فن برضه بتعمله شركه مصريه وطنيه بالجنيه المصري واستشاري مصري.